أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير 2022. إذا كنت عزيزي الدلو عازب، فحاذر من بعض الارتباك واللا استقرار بحياتك الشخصية. حاول إنك تضبط أعصابك بأول الشهر حتى ما تعرض شؤونك للخطر بالأيام الأولى، بس أنت بتحظى برعاية خاصة وبنجاح بمجال مهني حرصت عليه بأول يومين، لأنه الأمر بيكون جديد ببرجك. بعدين بتتحول أنت لدراسة وضع مادي ومالي محرج قليلا بين الخميس 3 والجمعة 4، ويمكن ترفض اقتراح بهاليومين. وإذا قلت لك إذا بدك تعرف أكثر اشترك بالأب، ما تزعل، لأنه الاشتراك بيعطيك معلومات كتير واسعة، ولأنه في جهد كبير وجهد مضاعف تقدر حضر هيدا التوقعات اليومية لكل الأبراج، يعني لكل برج 30 يوم ب 12 حسب ليهم 03 ب 2 6 360 بحث بعمل حتى أقدر أعطيهم. وهيدا شيء طبيعي، وأنا صار لي زمان زمان وقبل اليوتيوب بكتير، ويمكن متزامن مع الكتاب من 30 سنة نعطي التوقعات اليومية وبيشتركوا فيها الناس، ولو على بلاتفورم تاني كان باللي بنقول بالأول، هلأ صار معنا على الأب، وهالشي مستمر منه شي جديد. ما حدا يزعل، ما بتكون ما تشتركوا، بس اللي بده وعم بيبحث عن الاشتراك لازم أنا أكون محضرت له اللي بده إياه. بتتناغم مع محيط بيدعمك عزيزي الدلو، وبتشعر بمحبة بعض المقربين بين السبت 5 والأحد 6. عم كفي الأسبوع، كون حذر جدا ابتداء من يوم الاثنين 7، لأنه في معاكسة بخبرك عنها بالأسبوع الجاي.